سم شيئا ممكن أن يفضح مكانك إذا كنت مختبئا. بس سم شيء يتنقل بسرعة كبيرة. الطائرة. اذكر عاصمة تبدأ بحرف الباء. بغداد. اذكر حيوان يقفز عندما يركض أو يتحرك. كنغر. اذكر مهنة أو وظيفة تبدأ بحرف الصاد. صياد. شكرا. يعني هذا السؤال سمي شيئا ممكن أن يفضح مكانك إذا كنت مختبئا. واضح صوت. ما أدري صوت. يعني خلينا نشوف الإجابات وش قد حققت من نقاط بيها. يا الله ما يخالف بس إجاباتك معقولة معقولة لربما أجيب لك نقاط لا بأس بها إن شاء الله. ممكن يكملها عبد الرحمن. إذا كانت الأسئلة الخمسة اللي جاوبت عليها هي السؤال الأول سمي شيئا ممكن أن يفضح مكانك إذا كنت مختبئا. عدت مرة ثانية وما جاوبت عليه فكانت النتيجة صفر. السؤال الثاني هو سمي شيئا يتنقل بسرعة كبيرة. قلت الطائرة. والطائرة جابت لك 22 نقطة. برافو. السؤال الثالث قلت لك اذكر عاصمة تبدأ بحرف الباء. بغداد. وكانت بغداد. بغداد الحبيبة. بغداد والشعراء والصور. يا سلام. 30 نقطة هاي وانا كان اعطيها 200 نقطة واخليكم تفوزون طبعا. طيب السؤال الرابع يقول اذكر حيوانا يقفز عندما يركض او يتحرك. وكان جوابك هو الكنغر. والكنغر الله 21 نقطة. هذا الكنغر باستراليا. الكنغر اخي الكنغر. والسؤال الخامس كان هو اذكر مهنة او وظيفة تبدأ بحرف الصاد. وقلت سائغ. صياد. صياد. نعم صياد احتمال قوي. 13 نقطة.